قال موقع يورونيوز إن الصين أطلقت مسباراً خاصاً لجمع عينات من الجانب البعيد من كوكب القمر، فيما أطلق عليه مهمة غير مسبوقة. وحمل صاروخ صيني غير مأهول المسبار تشينج 6 وانطلق من قاعدة وينشانغ الفضائية في مهمة من المقرر أن تستمر لمدة 53 يوماً لجمع كيلوغرامين من العينات التي سيتم العمل على تحليلها بعودة المسبار. ويأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه العلماء أن تلتقي تلك المواد الضوء على كيفية تشكل كوكب القمر.